النهارده اول يوم في السايت، كان المفروض الناس كلها تكون فاينلايزد الديزاينز بتوعها، الكونتراكتورز كلهم عارفين بيعملوا ايه. بقى لنا 4 ايام بس مفيش حاجه جاهزه. 25 ديسمبر انا جايبه اسعاري كلها ومسعره البيو كيو، وسلمت على المقاول بتاعنا وقلت له ان هو المشروع هو خلاص هو هياخده وهنبتدي على طول الشغل في اول السنه. مقاول مره واحده اعتذر، قال لي انا اسف جدا، انا ما ينفعش اخد المشروع. مره واحده حسيت ان جي ال سي مش مسيطره وان انا مش مسيطره، حسيت نفسي ان انا المشروع ده مش هيشوف النور. الحمد لله معك كل البادجت بتاع كل العالم، معانا كل حاجه. فانت عندك البادجت صح؟ تمام. ممكن اعرف طيب احنا اوفرول ايوه بعد الوقت بتاع التاجيل الموضوع في نسبه زياده محترمه جدا عند كل الفينيس. ايوه فاحنا كده لو ابتدينا ناخدهم واحد واحد هتلاقي الانكريز اولموست حوالي 23%. فيهم كلهم؟ اه ايوه. كيفكم شباب؟ اهلا وسهلا. بونجور. بونجور. كيفك؟ انا تمام. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ محمد امين. هيكون ميتنج بادجت شوي عنيف. ليه عنيف؟ يعني احنا محتاجين 70% زياده على البادجت. نعم. ايه الباقي الدولي؟ لا لا انا اسف مش قصدي، بس هو علشان نعمل المشروع زي ما احنا عاوزين نعمله احنا انا مش بهزر. عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ انا عم بتكلم بجد. ليه؟ عشان الكونتراكتورز لوحدهم كلوا البادجت اللي انت مديها لي. ايه التفصيل اللي عندنا؟ طيب احنا في بس حاجه زياده عندنا عن التلاته. بس ثواني شويه، انتوا عارفين انك انتوا شغالين في شركه دهانات يعني؟ طبعا أوكي. اكبر شركه دهانات في مصر. إيه؟ هو لسه ما جاش على مقطع البي ار ولا مقطع السبونسر شيب. ما هنعمل بي ار، ما هنكتفي باصحابنا. مش هي معمول للاصحاب، هنكتفي للاصحاب. احنا اسفين. اقفلوا يا في ديجيتال، خلاص قفلنا على كده. مفيش بادجت. يس وي جوت ات. يس هي ابروفد ات. هاي ياسمينة. يس وي هاف ا كونتراكتور. Yes. He completely agreed. He approved. It's the same contractor that's doing the Casino Central. It's Intermark. They approved it. They sat with their engineers, and then tomorrow they have a meeting with your team. Hopefully, he promised at 9, and he promised to deliver on time. نيتك صافية عشان كده. Thank you. Yes, I'll keep you posted. يلا باي. هلا كل العالم خلصوا تقريبا، يعني فارس almost done. ياسمينة الحيطان طلعت. عندي مشكلة معكم، شو حنعمل؟ لا احنا رايقين خالص. انا عارف انكم رايقين خالص والله العظيم، بس انا مش رايق. احنا هنشد الحبل. ايوه. ونسوي الارض. ايوه. وثلاث اربع ايام ولا مش موضوع تلاني. طيب other than that دلوقتي عاوزين نخش تايم لاين. ممكن؟ أعوذ بالله من الشيطان. اقعد يا مستر كريم. طيب ينفع الأول بس أشرح لكم why we're so keen on إن أنتوا تخلصوا on time. What we're gonna be filming is أول حاجة documenting the whole project once it's done، عشان هنعمل documentary videos لكل واحد فيكم after the week. ده أول حاجة. تاني حاجة the actual ad اللي الناس كلها هتدخل it's gonna be زحمة، الدنيا هتكون بالليل. عايزين نوريهم the real serenity like the grand image of the project and this has to be filmed very properly through an ad. الاد ده أنا محتاجة عشان أconvert الماتيريال وأدت وكولر وطلعه لكم I need a couple days of edit. مش احنا I understand طبعا obviously مش هينفع a couple days الكلام ده كله، بس I can't film it the day before the week أو after the week خلاص احنا we lost the magic of the project. الناس شافت الحاجة it's not as grand as it will look in an advertisement.
لازم يتعرض يوم الاوبن يوم الاوبن عشان يشوفوا البرسبكتيف بتاعكم اللي حصل يعني يشوفوا ويشوفوا المكان امتي ويشوفوا المكان متنور حلو قوي ويشوفوا هاو بيرفكت ذا سبيس از عشان هم كلهم موجودين والدنيا زحمه وكل حد بيسلم على حد they won't feel it بس ده كمان هيكون في البروسيس صح لا البروسيس حاجه اوكي البروسيس از افتر احنا وي وونت تو بروجكت البروسيس في الدوكيمنت اه ان ادفرتايزمنت ا كوبي اوف يور ذا ارتستيك فيجن لكل واحد فيكم يعني ده على الاند برودكت يس فده كان المفروض 3 ايام تصوير ووراهم 3 ايام اديت دلوقتي ده طبعا مش هيحصل موضوع انتنس وموتر واحنا تايت قوي تايم في التايم لاين وفارس متوتر عامه من قصه ان احنا هنلحق نخلص الفاينل تاتشز ولا لا فانا مش عارف اقوله ازاي احنا مش هنخلص البروجكت نفسه اون تايم بيكلمني من الصبح مش برد مش عارفه اصلا اقولها له ازاي يعني هي از فيري ستريسد مش عارفه اقولها له ازاي مطره عبت على كل حاجه وديكوات المطر على الخشب والجبسون بورد ما تبانش قبلها مثلا 6 7 ساعات يعني لازم اقعد استنى اشوف ايه اللي هيحصل فاللي بدا يظهر دلوقتي ان الجبسون بورد حضرتك عارف ان هو كرتون مع 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 جبس فبيبوش فهبان الضغوط الفظيعه فيه ممكن بكره زي دلوقتي الخشب ممكن يبان بعد 3 ايام هو حلو الحته دي زي ما شفتها لما تشرب الميه ممكن تلاقيها بدات تعمل كده هتبقى مصيبه يعني المنظر اللي انت بتقوله لي ان هي هتبقى مصيبه احب اقول لك يا معايره ان احنا في هنا في ريزيرفا مش هنصور الدوكيومنتري دلوقتي مش هنلحق نصوره انا ايريلي بجد مش بهزر اول وات اي كير اباوت ان الموضوع يخلص ويخلص باحسن شكل موجود لازم هفك حاجات كتير وات اي كير اباوت از ذا يوزر اكسبيرينس وان ان شاء الله كل الامور تظبط علشان ما عنديش اوبشن تاني ما عنديش اوبشن تاني بعد كل المجهود ده ما عنديش اوبشن تاني